وسهلا. أهلا وسهلا. سؤالات كتير حلوة بتسألوها ومنهم مريم كيف بتحضري هالبرنامج؟ ما بحضر، أنا حاضرة. ما بتسأل النهر كيف عم تنهر؟ عم بينهر. ما حدا بيعلمك كيف تسكت وكيف تتنفس. هالتغيير هو change is a constant law. عندي عشق تأتعرف على نفسي، عندي عشق تأعرف ليش جيت على هالدنيا. هيك رئيس أبوني مخلف اتجوز اطلع من هون لهون، فوت من رجل لرجل، مرة لمرة بدلت رجل. هالألوهية الجميلة اللي خلقت هالجمال وهالأكوان الحلوة كتير وهالأسرار، ما قالت له للإنسان تيكون هيك سلعة. فإذن إذا المسيح كذبة وإذا هيدا كذبة وإذا هي كذبة، أنت حقيقة. ولكن لما بتبلش تتعرف على نفسك بتشوف المسيح حقيقة ومحمد حقيقة وكلهم وعمر وقنت وشو اللي بتشوفه، حتى الكذبة حقيقة. بس قنت ليش بدك تستخدمها؟ مشان هيك الإنسان وحده عطاء قال له فيك تكون شر وخير، ورفع الميزان بالإنسان. هي الإنسان إنسان وميزان وقرآن وفرقان وعدنان وحمدان ألف ونون. قنت ألف ونون. انت شو بدك؟ اكيد بدك تدفع الثمن، بس هالثمن رخيص. شو عم تدفع يعني؟ تركت الموتى؟ ترك الموتى يدفنوا بعضهم؟ قال له المسيح تعال معي انا بعرفك كيف تتعرف على الله، حش تصيد سمك؟ نعم تصيد بشر. Plant people. فاذا وقت بيصير لك تقعد مع عمر، مع شو بدي بهالممر المر كون في انا مع هالناس هيك اشرار ومرين، كون مع مر ويم ونور احلى. الحياه فيها مغامره وفيها مخاطره وفيها موت وقيامه وفيها حياه وفيها اسرار وفيها كل ما بتنام بتقوم من على بكره هيك الحمد لله اعطاني فرصه تانية، يلا اللي ما عملته هلا بدي اعمله. الان هو الزمان والمكان، ما تضيع وقت. بس الفكره فكر فيها، اول شيء البيت عندي نظيف اذا بتجوا بتشوفوا. مني مسرس بأوقات يعني برجع بنتبه شغلي مني عايزتها أو شبعت منها بحب غيرها، ليش لا؟ إذا معي بروح بشتري غيرها وبعطيها للأفضل مني. دايما في أضعف مني ومنك وفي أقوى مني ومنك، دايما بتطلع لفوق ما بتطلع لورا أبدا. اللي حدي فيك بتهدى يعني كتاب خير جليس وقنت وعندي صديق وشو ما عملوا مرأة معلش ما بتزعلي منهم عملوا هيك. علموني، علمني من ألمني. نعم كنت فكر بالأول يا الله هذا بوجه مثل المسيح هذا هيك، تعلمت بشكر عباس. ده كنا بنلبس قناع فوق قناع فوق قناع، بتتذكروا الملك ما كان حدا يحبه، بيقوموا بيحطوا له قناع حلو كتير سكرن يبتسموا يبتسموا له، وبعدين تعود على هالابتسام اللي أخذها من الناس. ولما نشيل القناع رجع شايف انه هيدا عياري، اذا ما نبعت من الداخل لا يغير الله ما بقوم حتى نغير ما بانفسنا. ومنه تعلمت انه مش كل واحد تصدقي، يمكن حط وجه يضاس وهو مسيح او حط وجه مسيح وهو يضاس. سو لا بدي هي ولا بدي هي. نفسي استفتي قلبك ولو افتوك. Do the best, expect the worst. حلو كتير no expectation، ما تتأملوا خير من حدا. قال له مالي منيح وكب البحر، هلا البحر ما فينا نكب فيه. عمل خير وتأمل شر. واتقي شر من أحسنت إليه بالإحسان إلي، وقل له ما تسكت، بقول له يا علاء اللي عم تعمله غلط، وسبني وبهدل فيي. علاء يعني ما حدا كرمك هيك مثله، يا عباس اللي عم تعمله هيدا غلط، انتبه. أنت تجرب أبدا الصحوة. كونوا تحت القانون، بس اللي عنده أخلاق ما بده قانون. عنده أخلاق خلقه القرآن. عشت معهم بأمريكا بالصين بالهند باليابان وين ما كان إلا بأمة العرب، لقيتهم موجودين بس قليل كتير، وما بقى في معاملة بينه وبينهم مادية أبدا. إذا عملوا تفضل اليوم أخوة بكرة أولاد عم بعدين أغراب، ما بقى فيها الكرم اللي جيت إنه أقول له ما في عندي إلا ورقة تفضل 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 تفضل. هلأ لا، حتى لو معي أكثر من أغنياء العالم ما بدي، عم بخسرهم. قال له بتعرفوا؟ قال له لا. قال له عملته منيح كذا كذا. هلا بقرا لكم اياها.
ما بتعرف إنسان إلا إذا عشرته. ذكر أن رجلا من التابعين مدح عمر في وجهه فقال له: يا عبد الله، لما تمدحني؟ أجربتني عند الغضب فوجدتني حليما؟ قال: لا. قال عمر: أجربتني في السفر فوجدتني حسن الخلق؟ لا. أجربتني عند الأمان فوجدتني أمينا؟ قال: لا. فقال: ويحك، ما لأحد أن يمدح أحد ما لم يجربه، ما لم يختبره، ما لم يشهده. عمر هيدي بقلبي انزرعت هلا، لاني شفت انه كل شخص يلي بدي بس اشكره او اعطيه او ساعده او سانده، بعدين بس تجربه بيطلع يا الله انصدمت انصدمت انصدمت. فاذا عن الناس معزله، منك بحاجه لطبيب، ومنك بحاجه لمحامي، منك بحاجه لهيك. الحمد لله، بعدوا عن الناس، بعد عن الشر وغني له. الدجاجه اللي بتطلع كثير بين الناس بتوثق حالها، ما بدي المجتمع ابدا، ولا هالجماعات، ولا هالمجلات والمجاملات والزيارات والدفن والعرس، ما عندي. ولد عم يسال بيو: بابا شو الفرق بين القضاء والقدر والمصيبه؟ قال له بيو: مثلا لو رحنا على البحر نسبح وغرقت امك، هيدا قضاء وقدر، ما بنعترض عليها، لكن المصيبه انه لو طلعت امك بتعرف تسبح، هيدي مصيبه كبيره. اشياء مهضومة بس بتعبر عن حياتنا. كان عمر يخرج كل ليلة ليتحسس أحوال رعيته ويتفقد معيشتهم ويستفقدهم خفية. وفي إحدى الليالي وبينما في جولة التفقدية: يا حبيب قلبي، مين بيعملها اليوم؟ الأمة بقى تتفقد أولادها هي ونايمين، هي عم تشخر وجوزها عم بيشخر مع الخادمة، والولد مبول تحته وعم بيصرخ، والابن بيروح للطفل بيشوف بيلاقي بيه هون وهيداك هون وهيداك هون، وهيدا هو الفساد. ولكن هو كان يروح جولة تفقدية عادية، وإذا به يسمع بكاء أطفال صغار بيبكوا بكاء شديد لأنه جوعانين. وكانت أمهم المسكينة من شدة حبها لهم بتحط على النار قدرة وتحط بحص وتقول لهم: هيدا طعام بدي ينضب على التأكل، بعد شوي بعد شوي رح تستوي رح تستوي رح تستوي. نام يا عبي نام. عندما رأى عمر هذا المشهد بكى بكاء شديدا وخرج مسرعا، ثم عاد وقد حمل معه شوية دقيق على ظهره، وصنع بنفسه طعاما للصبي وأطعمه، فما تركهم حتى شبعوا وناموا، وأعطى والدتهم الحق بمعونة تأخذها كل مدة من بيت المال ومضى. ومرة هيك راح تجيب إجا لقاهن ناموا، قالت له: ولادي ناموا من الجوع. جارتنا ولادها بعدن عم بيبكوا من الجوع. شوف هالمرة اللي كمان هولادي ناموا ما تفيقهم. نحن بالمستشفى بنفيق المريض تنعطيه دواء منوم، بقول لك يا اختي منو نايم، مكتوب على الورقة هيك قال الدكتور، بده يبيع ادوية. مين ببيع بادوية اكثر؟ اهلا دكتور انت. قلت للحكيم: تخيلك ده دكتور ودكتور ومدري شو صفار، هو طالع من عنا. قلت له: ما بك شيء؟ طب ومات؟ هلا هلا فوتيه، هو فايت ميت مش هو طالع. دايما هيك الطبيب: اهلا وسهلا كيفك؟ الحمد لله. بصير تسير المريضه: رجعي بعد 15 يوم، لانه بعد جمعه ما رح تاخذ مصاري، بس بعد 15 يوم تاخذ. وهيك الطبيبه بتشتري السياره المرسيدس وبتشتري الفيلا. اي بنتك اشتريت بيت بحي البيت سرسو، لانه هي سرسو وسرقه وسرقه وحراميه كله. كلهم هيك. وتقلون الحقيقة، خبرتكم تلفن وتقلوا لي انه خيي اللي اكبر مني بالعمر مات. قلت له: مات من زمان هلا الدفن. وحكايته قبل ما فطس قلت له: هلا ميت انت، غير اكلك، طبيب سنين انت وبنتك، يعني شو عملتوا؟ جبتوا هالسرطان وزرعتوه بالتم؟ ايه 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 مرته هيك ما حكتني، هو ايه 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 وسكر. كتار من الناس بيسألوه مثلا لأهلي لأخوتي لبنتي مريم نور: أمك؟ بتقول: لا. هيدك خي يا عمي الأستاذ بالجامعة اللي عم بيحكي فيها، يعني وأنا لا بدي يشهد فيه، بس بيستحوا لأني مني من أتباع، مني مسيحية، مني أرمنية، ما بتبع حدا. وقت بنتي جوزيت أو روزي منها بنتي قالت لي على العرس: ما أنا كنت بأميركا، لمينا من بعضنا وبعتني لها مبلغ كتير كبير، واشتريت عقد الماس واجوا كل الشخصيات
قال انه واخذت بقى تاخذه من البيت يعني. بس جيت كيف بكتب اوشو، قالت النهار جريد عم بتسب فيه. هلا العالم كله عم بيحكوا فيها بأوشو، عم بيسبوا بالاطباء بالادويه، ما بيصح الا الصحيح. كل مرض الجلدي قلت له سرطان بتخبيه تحت بالادويه. بس الدكتوره وهو الدكتور تجميل، هو كل اهلي هاي من جهه امي وجهه بي، ما عندي الا واحد اسمه ميشيل اسحاق، مره بعت لي مكتوب ماي كازن. قلت له ما حدا من اهلي، في عندي واحد ابن عمي خي بي بدري كغير يعني، وخبرتكم شو عم بيعمل. ابدا ما بتعرفوا مسلم مسيحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لي مدري ايش بيعمل. فظيع، عم بيعمل 3 دايمنشنز يعني، كان معك كريدت كارد او ما معك شو ما بدك، مثل طرفه عين بجيب لك عرش مملكي، عنده هالعلوم عم بيعملها. ولكن كتار يسالوها انه بالعرس هيدي امك، بعتني لها مصاري اشتريتك، صاروا مهمين كثير يعني، انه هني دكتور ودكتوره وعمليه تجميل بس لما هلا العالم عم بيحكي فيهم انه انتم كاطباء كلكم غلطانين وكلكم تجار ادويه وكذابين وبلا اخلاق. 99% بس تبيع ادويه. في واحد عندنا بالحي قال لي اسمه، قلت له ان شاء الله ما بتقول الان، كنت بركي شي مره زق لساني. 80% قال لي العمليات اللي بنعملهم بهالمستشفى وانا منهم كلها كذبوني في الان بدنا مصاري. قلت له انت واحد منهم، نعم انت واحد منهم، اطلع وقعد اشحاد على الطريق. جورج جيرجيف من اشهر اطباء الذره ومن اشهر رجال الدين عند الارمن، ترك وصار يشحد. حسني حسني حضروا فيلم ميتي مدري ماركو بالماء، هيدا علم لا يتعدى اللسان والاذان، كل هالعلوم اللي عم بتشوفوها هي كلها كذبه من الاف دي اي، والاف دي اي بس بدها تبيع ادويه تشتري السلاح وعليكم، مش السلام عليكم، مش الرحمة، مش المحبة. خلفاء عمر خلال سنة، خلال شهر منشيل السرطان إذا معنا كم طبيب آدمي ومحط التلفزيون. منا منحطة، ما بدأ دعايات وما بدأ بكرة قريبا بتشوفوها رح يكون عندنا 4 محطات. وهلأ من قصة مال قلت له محمد يعني ندفع $100 بالسنة مرة كل حياتنا، قال لي لا كذبة، بيكلف $20 وفي ربح يلي بيعملنا المكان ب$20. فإذا فوتوا على المواقع وانتوا بدو ترسوا، اعتبروا ما في تلفزيون ما في حدا، شو بنعمل؟ سيدنا إبراهيم ما هيك وفيك انطوى العالم الأكبر، فكر بالموت دايما، فكر انه هالدود كيف بدهم ياكلوه، هيدا الجسد لإلهم، إذا كان منه نظيف هالجسد يعني الدودة رح تقلي إيش هو عم تعطيني إياه؟ ولو ما أكلتيها من الأرض، والأرض بقى تقلي لشو رديتي هالجسد؟ بأمريكا هلا 32 ولاية بيدفنوا الدفن الطبيعي، بكفنوا، لأنه شافوا قلنا لهم إذا كان الجتة فري ويل اسمها، إذا كانت الجتة نظيفة هيك كفنوني، مش بالخشب ولا بالحديد ولا بالحجر. مشان هيك بلشوا ينتبهوا، هلا عم بيقولوا بس هيدا إسلام. هيدي فطرة يا أخوتي، كلمة إسلام صارت تفزع العالم لأنه مؤامرة كبيرة على هالكلمة، وما فيكن سيعود ولو على يد كافر، لأنه على يد كافر اللي بيغطي اللي بيخاف كفرة كفر. هيدا كتاب 10 days، وهيدا من التلاميذ اللي أنا وياه عشنا مع بعضنا جون سانديفر بلندن، بعده بعشرة أيام مهما كان المرض حطت لك، كيف أنت وحدك ما بدك حدا ولا مكنة تفحص لك عيونك ولا مكنة طاقة ولا يجي واحد يطبخ لك، بتتغير the dynamic balance. الطاقة كيف الدايناميك ميديتيشن، تأمل هالانتفاضة، وعشية قبل ما تنام بتطلع الحية ذكر وأنثى ومن كل شيء، شو التغيير لازم يكون ومن كل شيء ذكر وأنثى، وهودي هي الوسيلة الذكر والأنثى هي اللي بتسبح فينا. بدي أفهم نفسي، بدي أشوف علم الفراسة بيني وبين نفسي، أطلع بالمراية، أطلع بإيدي وبإجري وأي لون لبست وكيف أقدر أختار الألوان. وتاني قسم شو هو البرنامج اللي بدي أعمله؟ التغيير
أول شيء بالطعام وتغيير بتغير الضمير. بدي أعرف ليش أنا هون، ليش، مينك أنت، شو هويتك، مش هاوي اللي بتوقع فيها، what's your identity، ليش عم بكذب؟ بس من الكذب إجا السرقة وإجا تهاوي، ليه عم بكذب؟ ليش ما بواجه مريم نور وجها لوجه وبقول لها أنت كذابة منافقة حرامية سرقتيني دا 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 دا، ليش بتبطع السرقة بعدين؟ ما مريم سلمتك وعطيتك كل شيء وصيتها لإلك أنت الوحيد، ليه كتمت كل هالشيء تسرق وتكذب وتجيب كل هودي المرضى تيشفوا الناس من السرطان؟ يا طبيب طبيب نفسك بالأول، الإنسان بلا أخلاق ما في يطبخ أخلاق، ما في يحط إيده عليك، اللي لابس قناع المسيح وهو يضاس، شيلوا هالأقنعة وعيش القناعة، القناعة كنز لا يفنى، وكلنا غلطانين وبسببنا، لو ما جيت أنا على هالكرة الأرضية ما خربت هالقد يعني، وخليتكم تبهدلوا وتسبوا، يا جدة العرب، بعدين يا جدبة العرب، وما بيهمني شو بتقولوا، ولا حتى بعد في منهم بيوقفوني على الطريق تفضلي والله يخليك وهديك هيك وهديك، في منهم حتى خوري وقفني هذيك اليوم دير مش سمعان، قلت لها أول مرة، قال لي اللي عم بتقولي هو المسيح، وراهبة، كانوا لي الراهبات والإخواني ورجال الدين مؤامرات يقتلوني يعني، ولحد هلا هيك عملنا بكل حقيقة حاملها صاحب حق. step 2 planning the voyage، انت برحلة حج، شو هي رحلتك؟ كيف راح الحجاج؟ بيطعمينا إذا جعنا، بنيمنا، بيستر عورتنا، خلص أعطينا خبزنا كفات يومنا، شو هو اليوم؟ المواقيت، اللحظة، كل نفس ونفس، كل نفس ونفس، where to go from here، لوين رايحين؟ هلا انا باستديو تحت الارض، هاي بتجي دبانه، بيجي برق شاهد، ما ادري شو بيجي، كيف نزلوا؟ من اني هو اصحابي؟ اعتبر هيك مثل ما انحبست يا سمير جعجع 11 سنه وحطيت شكل الحبس عندك، هذا هو القبر، بس من هالقبر بدك قيامه، قيامه، قمت، المسيح قام، نعم، سمير قام، قام، وقت اللي غفر سليمان فرنجية مات وقام، جده قتل بالكنيسة، هو غفر، فإذا كلنا نور ونار، عار وغار، بس مين بيتعلم من غلطي وغلطك؟ أنا ضعيفة، ما بتعامل مع الكذابين، بهرب، بس شك، يا الله يا ريت ما تعرفت عليه، خسرت واحد، لا ما خسرتي، هذا ميت أصلا، شلتي الجيفة من البيت، يلا جيفة برا، دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض، منك بحاجة، إنك ما تكون بحاجة. هلا بقرأ عن لقمان، ما فيني إلكم سر كتير كبير بلقمان الحبيب، هالسر اللي إجا لكل الناس، كتير حلو، اسمه لقمان بن بعوراء، ولقمان اسم أعجمي، وكان عبد أسود حبشي من سودان مصر، عظيم الشفتين ومنخرين، قصير أفطس مشقق القدمين، وليس يضره ذلك عند الله عز وجل، لأنه شرفه بالحكمة بقوله تعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة، وقيل خير السودان 3 لرجال، لقمان بن بعوراء وبلال بن رباح المؤذن، الذي يعني الله حط أذان الله فينا، عذب في الله، وهو يقول أحد أحد، والنجاشي ملك الحبشة، وأول ما ظهر من حكمته أنه كان مع مولاه، فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس، فناداه لقمان إن طول الجلوس على الحاجة تنجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس، فقعد هوينا وقم، فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء. مشان هيك الحبيب وقت اللي قال بتفوت على البيت باليمين طائف صعود، بتفوت بالشمال طائف هبوط دغري، طائف تنزل صعود نزول، وقت اللي بتفوت تخلع نعالك وبتفوت تفوت البركة،
بتفوت على الحمام. وكان بيت الخلاء ما كانوا بالبيوت، أنا عشت ببيوتنا بدومة، تنزل على الدرج على البير بالبيت الصغار كان في نونية. وقيل كان مولاه يقامر وكان على بابه نهر جاري، فلعب يوما بالنرد على أن من قمر صاحبه شرب الماء الذي في النهر كله أو افتدى منه، فقمر سيدنا لقمان فقال له القامر اشرب ما في النهر وإلا فأفتدي منه. قال فسلني الفداء. قال عينيك أفقأهما أو جميع ما تملك؟ قال أمهلني يومي هذا. قال لك راح إنه قال له بدي أعلك عيونك وبدك تشرب النهر، شو بدي يعمل؟ إجا لعند لقمان وحمل هيك حزمة حطب على ظهره وسلم على سيدي ثم وضع ما معه وقال له سيده. وكان سيده ذرع فيسمع منه الكلمة الحكيمة فيعجب منه، فلما جلس إليه قال لسيدي مالي أراك كئيبا حزينا؟ خبروا القصة، قال له شو بدي أعمل، هيك صار عندي، خبرني هيك. فقص عليه القصة. قال له لقمان ما تخاف عندك فرج. وما هو؟ قال له إذا أتاك الرجل فقال لك شرب ما في النهر، قال له بشرب ما بين الضفتين، انت هدي لي هالضفه وهدي لي هالضفه انا اقدر اشرب هون. فعرف سيده انه قد صدق فطابت نفسه فاعتقه. وقت بتعيش مع حكيم، عشت انت مع العوالم كلها، عشت مع الاولياء، عشت مع الالوهيه، مع الحكمه عليكم. فاذا وقت بصير لك تقعد مع حكيم ما بقى في اليوم، صاروا قليل. وسئل أي علم أوثق في نفسك؟ قال ترك ما لا يعنيني، اقعد عن الشر وغني له. وقيل له أي الناس؟ في ناس شر. قال الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. قال له سيده اذبح شاة وجيد بأطيب بضعتين. فأتاه بالقلب واللتان ثم أمره بذبح شاة، وقال له أعطيني أخبس اثنين القلب واللسان. فقال أمرتك تأتيني بأطيبهما بضعتين، أحلى مضغتين، أحلى عضوين بالجسم اللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبثهما كمان اللسان والقلب. ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا شيء أخبث منهما إذا خبثا. انتبهوا، هذا يعطيك من طرف اللسان حلاوة، وهذاك قلبه بتفكر أنه بيحبك بيطلع كذاب. فإذا ما تصدقوا، ما تصدق المظاهر، شوف الظاهر. تتشوف الظاهر بتشوف حالك، هالحال اللي فيه فيك لولا قهر الحال لما بحطه بالمحال. كاتم عن الشحاق شيطان أخرس، ما إلي علاقة بأي إنسان في العالم العربي، بكل بلد، بسوريا زينة، بلبنان ميشيل حتة، مريم نور، خليل أبو الشوارب، هيك كم واحد، رمزي حوا، منلتقى بالبيت ما حدا غيره. بعمان على راسنا محمد كيلاني، هيك نهلة بمصر قليل كتير، إن الكرامة قليل، ولكن برا أكتر. وفي كتار من أمة عرب يلي عم بيروحوا بيدرسوا عند أوشو 99 بصيروا يضاس، بيطمعوا بدي إجي علم. سفيرة النجوم صارت سفيرة السلام، ومين بعتها لعند أوشو؟ بس تهزوا تهزوا شعرات المنفوشين. ما بصدقهم ابدا. قالوا لي مريم كتار بيجوا لهون وبيعرفوك انه شايفينك على التلفزيون، بس ما بقى رح ناخذ بنوع خاص من لبنان. للاسف في لبنانيه بكره بتجي، نسرين صليبه عايشه لزمان كتير باوروبا، وقالت لي جاي عند اهلي بس ما بقى عندي اهل. بس هلا لما بيعرفوا مين عم بيدعمها واللي بدي كير تاعي، هي صارت مهمه ومشهوره. بس انتبه، بدنا نروح نعذب فلان وفلان وفلان ولا نعمل وجبات. نسرين ما عندها وجبات وما عندها تعزيه ولا تغذيه. قالت لي بيجي وبطلع بتحكي عربي، بس يجي ريمون باشا كمان اللي عم بيحاربوا تبع ما يجي على لبنان من اهل بيته، معروفين كثير بس من اهل. هلأ شو عم بيقول لقمان الحبيب يلي هو من أهم الحكماء بعد من نصائح ومواعظ لقمان؟ يا بني إياك والدين، فإنه زل النهار وهم الليل. إذا عندك أخلاق بالليل كل الوقت، يا الله بده مني أبو أنطول مصاري،
قلت له شو بيك ما عم تنام؟ قال لي ما بقدر قليك. قل لي ولك ما انا مرتك. قال لي ابو انطون بده مني $1,000. فتحت شباك ابو انطون ما راح يدفع لك اياهم جوزي. منين تقبضني؟ خليه يتبرم ويتقلب. يا بني كان الناس قديما يراؤون بما يفعلون، اليوم صاروا يراؤون بما لا يفعلون. اياك والسؤال فانه يذهب ماء الحياه من الوجه. انت السائل والمسؤول. فيني اسالك سؤال؟ بسكر. ازعاج من الايميل بعرف ما برد. كذب من قال ان الشر يطفئ الشر. النار ما بتطفي بالنار، بدك مي. الخير يطفئ الشر كما يطفئ الماء النار. نعم الخير بيطفئ الشر، بس انا مني محمد ولا انا اوشو او ميتشو. وقت الواحد بيعمل شر وبشوف شو عم بيعمل سامح، لاني عم سامح نفسي وبقول له اعذرني سببي انا، انت عملت هالكذب وهالنفاق وهالسرقه وهالدعاره اللي عم تعملها بالناس، ولكن ما بتعاطى. كان بعده صوتي على المسجله، اهلا بكم هون بيت السلام، بصوت مريم نور. قلت له شيل هالصوت، لا تستخدمني سلعه وسيله تيجوا الناس كتار. قالوا لي رحنا في موت بلا وجودك. لا، اللي بيكرهني بيروح، وكتار اللي بيكرهوا روحوا. العتمة مع العتمة ما بتضوي، بتنطفئ. الكذب مع الكذب بصح إلا صحيح. لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. أي توبة نصوحة بدها تكون بينك وبين نفسك، تعرف إنك عملت غلطة كبيرة، تعرف إنه هي جريمة، هيدي خيانة عظمى، وحد بيأمن لك على حياته وعلى أمنتك على حياتي أعمالي على كل ما أملك. شو عملنا؟ هيك عملنا. اسألوني قبل أن تفقدوني كم شعر بدأني. هيك عملنا بزين العابدين. يعني هيدا تكريم إلي كتير إنه توصلوني لهالمقام بهالأعمال السيئة اللي تعاملت معهم. إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإذا كنت على الطعام فاحفظ حلقك، وإذا كنت في بيت الغير احفظ بصرك، وإذا كنت بين الناس احفظ لسانك. ما فيك تقول الحقيقة للناس، للمختارين وما بدهم إياها، بصمت العارفين. اللي بيفوت على بيت مريم نور أنا مثلكم يا صاحب الدار، خبرتكم فاتوا ثلاثة حرامية وبيتعاطوا مخدرات ما قدروا أخذوا شيء، واحد منهم اليوم عنده unlimited credit card، بيعيش بالحبوسة بكندا وبيعلم كيف ما يتعاطوا الإدمان، ما بيعوضهم بالسكر وهيك، خلص عرف، عم يدرس عم بيقرأ، شايف علامات ثلاثتهم بالبيت. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. يا حبيب قلبي نت، فإن الله تبارك وتعالى ليحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بالسماء مطر. لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسيطا هيك سليم، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. كونوا بسطاء، be simple so that everybody can simply live. بس قد بساطك مد جريك. احذر الحسد فإنه يفسد الدين وضعف النفس وبيجيب الندم. نعم كلنا عنا حسد، يا الله ليه عم بيعطي أكثر مني؟ عم بيعطي أكثر مني تجربني، الحمد لله بيعطيك أكثر. أنت ما بدي منك من مالك أنت يلي حق مش وراء. أول الغضب جنون وآخر ندم، الرفق رأس الحكمة. الرفق بالحيوان، الرفق بإنسانك بنفسيتك، الرفق بكل ورقة، كل شيء، كل شقفة خبز كانت نحن نلمها ونبوسها نحطها على راسنا ونحطها، بس راح العلم صرنا بندعسها. اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأرباح من غير بضاعة. نعم عشان هيك من أول صدقات، كل صدقة اجتكم معنويا بدكم تدفعوا ثمنها. الإمام علي كان صدقة، نعم كانت النصيحة بجمل اليوم. يا بني اتق الله ولا تري الناس انك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر.
مش كرمال الناس عم تعملها هيك انه انا بصوم وبصلي بروح على الكنيسه بروح على الجامع، هيدا نهار الجمعه وهيدا نهار الحد، لا هيدا بيعرف الجامع ولا هيدا بيعرف الاحد، يعني شو عم نعمل؟ اياك وصاحب السوء، هي تعلمتها، فانه كالسيف يحسن منظره ويقبح اثره. بس منين بدك تعرف؟ برا عشت مع اهل السموم والسوء والسمو، شفت الفرق دغري فتهم. ولما عشت معهم نسيت انه في كذب، نسيت، فكرت كل الناس هيك، كل الناس شوفوا المرآة لإلي واعتذر، يعني هن اللي عملوا الغلطة وانا اعتذر. بعدين شفت حالي قدشني بهلة، خلي بهالقد حمارة. يا بني لا تطلب العلم حتى تتباهى به العلماء، تماري به السفهاء او ترأي به في المجالس، ولا تدع العلم انه تكون انت مع هالناس زاهد بس تتفرجيهم قديش انت عندك زهد، هيدا جهل. كتار كتير بالهند اذا بتشوفوه وسخين ومجويين انه هيدا زهد، لا، كون نظيف. العلم مش بالمال ولا بالغنى ولا بالقصر. العلم مين حاكمك؟ القصر، السياره، المال، او انت عم تتحكم فيهم؟ انت عم تتحكم بالوسيله وبالسيوله او هي؟ لا تملكوا حتى تنفقوا، اعطوني كل اموالكم خلوهم معكم وبقلكم شو بنعمل فيهم. انتو اللي راح اعمله اعملوه وفروا علي. يكون لا تملكوا حتى تنفقوا، مش بالنفاق وبالانفاق، بالافاق. اذا رايت قوم يذكرون الله فاجلس معهم، فان تلك هيدا العالم ينفعك علمك وان انت جاهلا بعلمك. اذا لقيتهم صادقين اهل الذكر، مش هول اللي قاعدين دن 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 وانا عم طعمي 2000 شخص بالجمعه، لا 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 لا. شفتهم بكندا باوروبا بامريكا والمكان هون، ما تحدث ولا حرج، لا يتعدى اللسان والاذان. الا ان يد الله على افواه الحكماء، لا يتكلم احدهم إلا بأمر من الله. اعتزل الشر يعتزلك، فإن الشر للشر خلق. أقعد عن الشر وغني له، بس ما بعرف الشر إلا ما أشوفه. مشان هيك هلا انعزلت كليا عن كل شيء اسمه أكل طبيعي أو ميكروبيوتيك. بعدني بجي على التلفزيون بقول لهم دخيلكم بدي سيارة، يعني تأمنني تجيبني وتاخذني حتى ما أطلع من البيت، لأنه بعد هالتهديد بعده فيي. لا تكن أعجز من هذا الديك يا الله، الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم في الأسحار. قال له بدك تنكرني قبل ما يصيح الديك 3 مرات. عليك بمجالسة العلماء واستمع كلام الحكماء، فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض بالمطر. الكذب، قال له من كذب ذهب ماء وجهه ومن ساء خلقه كثر غمه. ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. يا حبيب قلبي، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من يحب المرء يشتم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم. من يحب المرء يشتم، ومن يصاحب قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم. لا تشرك بالله، إن الشرك ظلم عظيم. شكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا بقاء للنعمة إذا كفرت ولا زوال لها إذا شكرت. انتبهوا، لازم نشكر كل نعمة فينا. تتذكر إنه الحمد لله بحرك إجري مثل الأولاد، الحمد لله بحط إجري بتمي، الحمد لله بدعس على الأرض، الحمد لله بمشي، الحمد لله بفوت على الحمام، الحمد لله بحط مطرح البيرعاني، الحمد لله معي تأكل، الحمد لله بقشع بسمع بروح بجي، عندي كتاب خير جليس وعندي صديق. هي مهمة كتير. أنت أغنى الناس، أغنى الناس. لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء، ولا تأكل شبعا على شبع، فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله. انتبهوا، نحن بناكل تلت 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 هيك لازم، بس هيدي لازم وما لازم كلنا عنا من وقت لوقت منضعف، بس وقت البضعف ما برجع بقول الله ضعفت وغلبني الشيطان، لا، بشوف ضعفي ما بندم مرتين، يعني بشوف ضعفي. نحن بشر، ولكن بنتبه
عن الناس معزلة قد ما بقدر، لا تجيد اللجوج ولا تمرن مع حكيم، يعني ما حورته جاهلا وما حورته عاقلا، وما تعاشر واحد ظالم، ما تصاحب إنسان متهم. يا بني إني قد ندمت على الكلام ولم أندم على السكوت. بس يكون عندك سكوت العارفين. في أوقات كتير السكوت الجاهلين، واحد على راس جبل ساكت، قال ليه عم بفكرك عم بفكرك عم بفكرك، طلعوا سألوا ليش ساكت، شو تجاوبه؟ إذا أردت أن تؤخر رجلا فاغضبه قبل ذلك. نعم، من كتم سره كان الخيار بيده. لا تكون حلو فتبلع ولا مرا فتلفظ، إيه لا هيك ولا هيك، ننتبه. لكل قوم كلب، فلا تكن كلب أصحابك. وقت الميت كلب المير كلنا رحنا على التعزية، بس لما الميت المير ما حدا إجا، كلب أهم، كلنا منروح مجاملات وواجبات افت يلا. بتتذكروا المرة اللي عزمت أصحابها يجوا يتعشوا عندها وهي عم تطبخ وبنتها معها، اجوا قالوا مين بده يصلي مين بده يبارك الأكل انت؟ لا بنتك. قالت له مامي شو بدي أقول أنا صغير، يعني شو بدي أقول ما بعرف. قالت له قولي شو كنت عم بقول أنا وعم بطبخ. أوكي غمتوا عينيكم، ضروري إذا أنا عزمتهم يجوا يقطعوا شو طال الدم. خذ أسرارهم صغارهم. نعم ليس أطيب من اللسان والقلب إذا كانوا طيبين وإذا كانوا خبساء. نعم كون مثل ما قلت، بقول قد ما فيك إنك تقعد وتحمد الحمد، وكون عنا شكر وامتنان على هالنعم الصغير اللي فيك تعدها وتعدها وتعدها. لو البحر كله حبر قال له وكتبت بنشف الحبر، ما بتذكر إيدي إلا إذا راحت، ما بتذكر إجري إلا إذا انقطعت. كل ما شفت واحد بلا اجرين اتذكر انه هي ما عندي صباط، شوف هي بلا اجرين. عود لسانك اللهم اغفر لي فان لله ساعات لا ترد. نعم هو الحافظ. اعتزل عدوك واحذر صديقك ولا تتعرض لما لا يعنيك، ليكن اول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة. ما في اغنى منها الصحة ولا نعبة أطيب من نفس طيبة. النفس الطيبة من الأمارة بالسوء إلى الراضية المرضية إلى الشفافة، هذه كلها بإرادتنا. أنت سيد على جسدك وعلى نفسك وعلى ذاتك، وبتجي الروح مثل الأم بس تسمع صوت ولدها هي بتركه، وأنت بس تطلب الله بيجي هرولة. لا تجالس الفجار ولا تمشي معهم أبداً، انتبه ان ينزل عليهم عذاب من السماء يصيبك انت كمان. خلص اهل السوء ادعي لهم بالخير، ادعي لهم بالهدايه، الله يهديهم كلهم. واذا ما لقيت صديق لقي نفسك، وعن الناس معزله. انا بفوت على البيت بقول له يا صاحب الدار بس اوصل، ما فيني لكم، ما بعمل شيء. هالمشي هو كل شيء، هو كل شيء. انا المحدة the nothingness، لا شيء. أقم الصلاة، مش الصلاة أنا جبر وجبر 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 وجبر، لا لا لا. المعروف عنه بالمعروف وعن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما تعطي خدك للناس، من ضربك على خدك الأيمن در له الأيسر، يعني بس بعدين قال هن كلهم خدين شو بنعمل نضل نضرب؟ ضروري نطلع على زياد الرحباني ملبعين على السماء يعني؟ نعم بمشيتك وغضض بصرك وصوتك، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صرنا كالحمير محمل أسفار، والحمير أحلى مني، بتعلم من الحمار، بيعرف كيف يمشي على اليمين أو على اليسار، بتحط له 100 جليل ما بتقول له يا جلالة الحمار. جالس العلماء خليك معه قد ما فيك، وقد ما تحمل حمل تقيل يكون حمل من حديد، خلي يكون بصرك من حديد. نعم انتبه قد ما تحمل شيء تقيل، إذا كان جارك من أهل السوء هذا أهل
أتقل. المرارة اللي بتكلها من الناس وبتشوفها من الناس أهم من مرارة أي فقر. قال له الفقر الرجل اللي قتلته. أي فقر، مش بس فقر المادة، لا، فقر المادة بتعيش بلا المال، الكون كله عاش بلا مال. رابع رئيس جمهورية عمل بنك، وسع من المال وقع الحق وإجا الورث. قال إذا ما لقيت حكيم أنت رسول نفسك، أنت حامل الرسالة، كل واحد منا حامل رسالة جابها بيمينه. مثل المرأة الصالحة مثل التاج على رأس الملك، ومرأة السوق مثل الحمل الثقيل على ظهر شيخ الكبير. فإذا كل واحد منا، أنت لقمان إنسان، عدنان، فرقان، قرآن، حمدان، سعدان، كلهم هول بدك تشوفهم. الإنسان اللي بهالخمس حدود وألف نون بإقرأ، هيدا السر من سواقد الفاتحة. والكتاب اسمه The Sufi Healing لمعين الدين الشستي. فإذا أنا السائل والمسؤول، وإذا صدق السائل هلك المسؤول. خلاص أنت المسؤول، ولا الطبيب ولا أي إنسان، ما في وسيط بينك وبين الله. إذا ما في وقت بقراها بعدين، ولكن رح أقولها بالكلام مع أنه حلو كتير بالقراءة. فكر قبل أن تعمل. في واحد مالي كبير معه مال الدنيا وهيك، وراح تشتري شيء، شاف هون اشترى ذهب والماظ ومدري شو كأنتيكا ومنتيكا وهيك، شاف واحد يعيد حكى أنه رجل، قال له شو بتبيع؟ قال له بيع الحكمة. قال له الحكمة بتنباع؟ قال له نعم عندي بتنباع إذا فيك تدفع حقها. عم دي حق غالي كتير؟ قال ما تغالي إلا بالغالي. الحكمة إجت نعم لأهل العقل وأهل الغنى، وما تحرك تشتري ولا لعمرك ما تشتري. قال له شو عندك؟ قال له لوحتين حكمتين. دي حقها كتير، اشترت ياب وصرامي وشرطيت وفضة وذهب ومدري شو. بس فكر قبل أن تعمل. هي الوالي اشتراها وصار يكتب فكر قبل هون وهون 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 وهون، وعملوا مؤامرة عليه. وإجا بده يقتلوا واحد، اللي بده يقتلوا صار يقرأ فكر قبل فكر. إجا خبره قال له دخيلك هاي مؤامرة عاملين عليك. شكره ورجع راح تجيب تاني حكمة. لقامات وعرف إنه للحكمة لا تقدر لا بالمال ولا بالعقل، اعقل وتوكل.